وأن تكون هدية يعني مقبولة لديه. إلى متى تقتفي الأمجاد منتصبا، ماض بعزمك حتى تدرك الشهب، أكلما رمت مجدا في جوانحه رقيت تقطف منه التمر والرطب، وتزدري كل مجد حين تدركه، لا قد رويت وماء المجد ما نضب، ضربت للجيل أمثالا مترجمة عن الكفاح لعل الجيل أن يثب، جيل تنكب دربا لا ثبات له، هي الحقيقة قل إن شئت وعجبا، تعلقوا كرة جوفاء ماكرة وضيعوا العلم والتاريخ والأدب، يا أيها الجيل قم من رقدة مسخت أسيافنا فاستحالت كلها خشبا، لا يدرك المجد من هذه شمائله، إن رمت مجدا فأرسل نحوه سببا، من ضيع اليوم مغرورا بأوله هيهات في غده أن يحرز الطلب، كنا نطارد أحلاما فندركها واليوم لا حلم حتى نطبق الهدب، لا تشد أغنية ترجو بها طربي، من يكتوي ألما لن ينتشي طربا، فإن رأيت دموعي هاجها ألمي لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، لا أكذب الله في الأيام مقتبل من الأماني ولما نعدم النجبا، فهذه هيئة المعروف ما فتئت، تأتمنا قدما تحتفنا جنبا، ما بين أمر بمعروف وغيرتهم على المحارم حالوا دونها العطبا، إلى العفاف تنادينا ركائبهم، هلا ركبنا هنيئا كل من ركب، لما صفوتم لنا غارت معادن، يا هيئة المعروف يا هيئة الأمر بالمعروف معذرة، إن ساءكم من سفيه الأمر ما من سفيه الرأي ما كتب، لما صفوتم لنا غارت معادنهم، إذ كنتم الماس والياقوت والذهب، حاكوا من الزور والبهتان فريتهم، ما أوهن الزور والبهتان والكذب، غدا يمزق نور الحق فريتهم ويظهر الله خيرا طالما حجب، ويعلم الجمع ممن ضم مجلسهم بأنكم خير ماش خير من ركب، وأنكم في سماء العز أنجمها، وأنكم أنتم الرواد والنجب، أعيذكم بالذي سوى شمائلكم، أعيذكم أن تجيبوا الوهن والتعب، أعيذكم والنوايا إنها لغم بحسبها يحمد الإنسان ما اكتسب، هذا سلام مع الإشفاق باعثه حب أتيه به لا لوم لا عتب، تحية لرجال الفضل كلهم أخص منها رجال الهيئة النجبة.